بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نلتقي في هذه الليلة المباركة لنواصل الدروس في مثل هذه الأيام كما كان سابقا، والحمد لله. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، لأن العلم والعمل قرينان لا يفترقان. فإذا وجد العلم بدون عمل فإنه لا فائدة فيه، بل يكون حجة على صاحبه. وإذا وجد العمل بدون علم فإنه ضلال ولا ينفع صاحبه شيئا. فلا بد من العلم والعمل، وهذا هو الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. بعثه بالهدى ودين الحق، لم يبعثه بالهدى فقط ولم يبعثه بالدين فقط، وإنما بعثه بالأمرين، الهدى ودين الحق. وهذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الذي اختاره الله لعباده ورضيه لهم، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله رضي لنا الإسلام دينا، وأخبرنا أنه أكمله، أنه أكمل الإسلام، ولم يتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما أكمل الله به الإسلام بشرائعه وأحكامه. فمن جاء بزيادة، من جاء بزيادة على هذا الإسلام يتقرب بها إلى الله فهي مردودة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذين يأتون بالبدع والمحدثات يتقربون بها إلى الله بزعمهم، هؤلاء زادوا على الإسلام شيئا ليس منه. والإسلام لا يقبل الزيادة، إنما حرم ما وجوده ضار بالعباد، فهو جل وعلا علام الغيوب. لا بد أن يكون الإسلام على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أكمله عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أكمل الله هذا الدين، فلم يبق لأحد زيادة
يأتي بها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. من جاء بزيادة فهي مردودة لا تقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو الإسلام، الله شهد له بالكمال، اليوم أكملت لكم دينكم. ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين. فالذي لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون بعده دينا أبدا. وهذا الإسلام أمرنا الله جل وعلا أن نتمسك به إلى الممات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من مات على غير الإسلام فإنه من أهل النار، ومن مات على الإسلام فهو من أهل الجنة. ولهذا قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والعبرة بالخواتيم، العبرة بما يختم للإنسان به من خير أو شر. فمن مات على الإسلام فإنه يكون من الفائزين ومن أهل الجنة، ومن مات على غير الإسلام فإنه يكون من الخاسرين. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكما أن الله وصانا بأن نموت على الإسلام، كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسحاق أوصيا ذريتهما أن يموتوا على الإسلام. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، إبراهيم ويعقوب، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا الإسلام بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خمسة أركان، كما في حديث جبريل لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم حضرة أصحابه فقال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الخمسة هي أركان الإسلام، ليست هي كل الإسلام. الإسلام كثير، عبادات كثيرة وطاعات وقربات كثيرة، لكن هذه الخمسة هي أركانه التي يقوم عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
ففي حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإسلام، ذكر هذه الخمسة. وفي حديث ابن عمر بيّن أن هذه الخمسة هي أركانه التي يبنى عليها، وما زاد عن هذه الخمسة من الطاعات فإنه مكمل لها. هذه الخمسة أولها الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، وهو الأساس الذي تبنى عليه بقية الأركان. هذا الركن الشهادتان هو الأساس، فلا تصح الصلاة إلا بعد تحقق الشهادتين، ولا يصح الزكاة إلا بعد تحقق الركن الأول وهو الشهادتان، ولا يصح الصيام إلا بعد أن يتحقق الركن الأول وهو الشهادتان، ولا يصح الحج إلا بعد أن يتحقق الركن الأول وهو الشهادتان، ولا تصح جميع الأعمال إلا إذا صح الركن الأول. شهادة أن لا إله إلا الله ما معناها؟ معناها إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، ليس معناها أن تعبد الله فقط، بل لا بد مع عبادة الله أن تترك عبادة ما سواه. فالذي يعبد الله ويعبد معه غيره هذا مشرك، لم يشهد أن لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فجميع المعبودات التي تعبد مع الله باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا تصح عبادة الله إلا مع الإخلاص، وهو ترك الشرك الأكبر والأصغر، بأن تخلص أعمالك وعباداتك لله، لا تجعل منها شيئا لغير الله، فلا تدعو غير الله، ولا تستغيث بالأموات والمقبورين، ولا تذبح لغير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تطف إلا ببيت الله العتيق، لا تطف بالقبور والأضرحة، لا تذبح للأموات، لا تنذر للأموات، لا تستغيث بالأموات وتدعو الأموات، فإذا فعلت ذلك فإنك لم تشهد أن لا إله إلا الله، وإن تلفظت بها بلسانك، تلفظ باللسان ما يكفي، لا بد من العمل الموافق لما تلفظ به لسانك. أن تقول لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قلت هذا يجب أن تخلص جميع أعمالك لله عز وجل، فإن صرفت منها شيئا لغير الله فإنك لم تشهد أن لا إله إلا الله حقيقة، لم تشهد حقيقة، وإن تلفظت بها بلسانك فقد ناقضتها بأفعالك وأقوالك. فليس لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله
مجرد لفظ يقال باللسان، بل لفظ له معنى وله حقيقة. أنت اعترفت أنه لا إله إلا الله، كيف تتخذ آلهة أخرى وأنت قل لا إله إلا الله؟ هذا تناقض، هذا تناقض. فلا بد إذا قلت لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله أن تخلص العبادات كلها لله عز وجل، فلا تعبد أحدا غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فادعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء، الدين هو الدعاء، سماه دينا لأنه أعظم أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فهو أعظم أنواع العبادة. فإذا دعوت غير الله فقد هدمت الشهادة التي شهدتها وقلت أشهد أن لا إله إلا الله. لاحظوا هذا، لأن كثيرا ممن يتلفظون بلا إله إلا الله يناقضونها ويبطلونها بعبادة غير الله عز وجل. وأما شهادة أن محمد رسول الله، أنت تعترف أن محمدا رسول الله، فإذا اعترفت بذلك وجب عليك أن تتبعه، أن تتبعه وأن تطيعه وأن لا تخالف أمره، وإلا فما معنى شهادة أنه رسول الله؟ إذا كنت تشهد أنه رسول الله ولا تطيعه فأنت لم تشهد أنه رسول الله. إذا أطعت غيره وعصيت الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت في الحقيقة لم تشهد أنه رسول الله، لأن الذي يشهد أنه رسول الله يجب عليه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب عليه أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال عليه وقال جل وعلا وإن تطيعوه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. قال جل وعلا وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فإذا شهدت أنه رسول الله فإنه يجب عليك أن تطيعه. ولهذا يقول العلماء في تفسير أشهد أن محمد رسول الله، يقولون طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد تعبد الله إلا بما شرع. كذلك من معنى شهادة أن محمد رسول الله ألا تعمل عملا إلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرعه، وما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فابتعد عنه لأنه بدعة. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يقول الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، أن تتبع وتقتدي به عليه الصلاة والسلام. أما إذا اتبعت غيره واقتديت بغيره في العبادات فإنك أبطلت شهادتك أنه رسول الله. ليس أشهد أن محمد رسول الله مجرد لفظ يقال باللسان، أنت تشهد أنه رسول الله، فلماذا لا تطيعه؟ لماذا لا تتبعه؟ لماذا لا تجتنب ما نهاك عنه؟ على الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فشهادة أن لا إله إلا الله تنفي الشرك، وشهادة أن محمد رسول الله تنفي البدع والمحدثات. فإذا أردت أن تحقق الشهادتين فأخلص العبادة لله وتجنب الشرك، وإذا أردت أن تحقق شهادة أن محمد رسول الله فاجتنب البدع والمحدثات، واجعل قدوتك هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. إذا أردت الجنة فاتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا إذا لم تتبعه فأنت من أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا واضح، واضح جدا. فالعلماء والأئمة إنما يطاعون ويتبعون إذا كانوا متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم ومقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من كان منهم مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يطاع ولا يتبع، إنما يتبع إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقتدى به إذا اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نعرف هذا الأصل العظيم، وإلا فإن عباداتنا كلها لا تصح إذا لم نحقق الشهادتين. فإن عباداتنا لا تصح أو تكون ناقصة لا تنفع نفعا كثيرا. فلا بد من المسلم يعرف معنى الشهادتين: شهادة أن محمد رسول الله، أن شهادة لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. لا يكون الإنسان يتلفظ بألفاظ وهو ما يعرف معناها، أو يعرف معناها لكن لا يعمل به. الدين إنما يقوم على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل عمل من الأعمال إلا بهذين الشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل فلا يكون فيه شرك، والشرط الثاني الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه بدعة أو ضلالة. وليس هناك طريق إلى الجنة
إلا هذا الطريق. من كان يريد الجنة فليسلك هذا الطريق، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، علما وعملا ونية وقصدا. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فيجب أن نعرف هذا ونكون في هذه الليلة نقتصر على معرفة الشهادتين. كل منكم يفكر في معنى الشهادتين ويستحضر هذا الكلام الذي قلناه ويطبقه على نفسه وعلى أعماله، فإن كان على صواب فليحمد الله وليتزود من الخير، وإن كان على خطأ فإنه يتوب إلى الله، والله يتوب على من تاب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والمسلم إذا تبين له الحق بادر إلى الأخذ به وفرح به. الحق ضالة المؤمن أن وجده أخذه. الحمد لله، الحق واضح بين أيدينا كتاب الله وبين أيدينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أيدينا أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء الذين يدعون إلى الله ويبصرون بالطريق الصحيح. فنحن لا عذر لنا إذا أهملنا أو قلدنا فلانا وعلانا دون بصيرة. أنت لا تتبع إلا من هو متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. انظر في هذا الذي تتبعه، فإن كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، أما إن كان مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تستمر معه، بل ارجع إلى الحق وإلى الصواب، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك ونفعنا الله بعلمك وجزاك الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قوله تعالى في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، إلى قوله تعالى: ولتتبروا ما علوا تتبيرا، ولتتبروا ما علوا تتبيرا، الآيات من 4 إلى 8؟ وهل بنو إسرائيل المذكورون في الآية لهم صلة بيهود اليوم؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، هؤلاء هم أولاده الأسباط، أولاده الأسباط، ذرية الأسباط، وهم على في الأصل على دين موسى عليه السلام، هم في الأصل على دين موسى عليه السلام، وكتابهم هو التوراة، وكانوا في الأصل مستقيمين على طاعة الله، ولكن دب فيهم التغيير والتحريف من عهد موسى عليه السلام. حصل عندهم عبادة العجل والشرك
وحصل عندهم بعد موسى أن حرفوا التوراة وغيروها فهم بنو إسرائيل. قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل يعني أخبرناهم، قضينا إليهم أخبرناهم ماذا سيحصل لهم، أنهم سيتغيرون ويحصل منهم إفساد في الأرض مرتين. المرة الأولى لما أفسدوا في الأرض سلط الله عليهم المجوس، سلط عليهم المجوس بقيادة بخت نصر فقاتلهم واستحل ديارهم واستحل المسجد الأقصى، ثم إنهم تابوا ورجعوا فأعاد الله لهم النصر، ثم إنهم عادوا إلى الإفساد، عادوا إلى الإفساد فعاد عليهم العدو وهجم عليهم ودم